السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل مع بعض سلسلة الجرامر من خلال الألعاب، اللغة الإنجليزية من خلال الألعاب. هنكمل المشهد من أوله لما دخل الرجل عليه وقال له Who are you? What are you doing here? قال له Hold your fire, I'm a human. قال له Sorry about that, I thought you were one of them. قال له What's going on here in this town? طبعا خدنا ده كله مضارع مستمر وفي ماضي بسيط. What's going on in here؟ ده مضارع مستمر. هنعيد المشهد من أوله تاني. Freeze! What are you doing here? Hold your fire! I'm a human! Well, sorry about that. What if I'm not the one? Sorry about that. Sorry about that. يا ولاد، المواقف بنتعلمها دايما، لازم نشوف حاجة قدامنا عشان نتعلم الموقف. هو عمل ايه؟ نزل المسدس وقال له سوري، اسف. ما هو ما ينفعش تعرف يعني ايه سوري الا لما تشوف المواقف حقيقة قدامك. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. قال له hold on. I don't have a clue. I don't have a clue. هناخد الجرامر النهاردة. قال له ايه؟ I don't have a clue. انا عندي اي هنا يعني انا، دونت يعني لا، وهاف ده الفعل الرئيسي، اكلو ده المفعول به. لازم يا ولاد الجمله عندنا تتكون من فاعل وفعل واسم. طبعا انا عندي هنا اسمين، عندي هنا اسمين. ثانيه واحده، ده ولاد معايا. فأنا عندي هنا يا ولاد الجملة بتتكون من فاعل وفعل ومفعول به. تاني، فاعل وفعل ومفعول به. I يعني أنا، هو مين اللي بيقول I؟ الراجل ده، هو ده الفاعل. ها، فعل في don't have يعني معناها إيه؟ لا أملك، لا أملك. الفعل الرئيسي فين هنا؟ أملك. لكن انا عندي دونت هنا بمعنى لا، بتنفي انهي فعل؟ بتنفي هاف. لما اقول له اي هاف ا كلو، انا عندي، انا املك. انما بقول له، عايز يقول له انا لا املك، انا املك يعني اي هاف، اي هاف. طب انا لا املك، هيقول له اي دونت هاف. يبقى دونت دي بتنفي هاف، بتنفي الفعل الرئيسي. فين الفعل الرئيسي؟ اهو هاف. طيب الفعل جاي ورا الفاعل اهو. الفعل اللي بينفي الفعل الرئيسي بيجي بين الفاعل وبيجي بين الفعل الرئيسي اهو. دونت دايما يبقى نحفظ كده، يبقى دونت فايدته ايه؟ بينفي الفعل الرئيسي. الفعل بيجي بين الفعل الرئيسي وبين الفاعل. يبقى I don't have يعني معناه ايه؟ انا لا املك. يبقى لازم النهارده يا ولاد نحفظ يعني ايه I، يعني ايه don't have. انا حفظت الضمائر النهارده، I يعني انا، وعرفناه من الراجل دوت. don't يعني لا، هز راسه وقال له I don't، و have يعني أملك، clue يعني دليل. طب هو هيقول له أنا لا أملك؟ طب لا أملك إيه؟ ما هو لازم أكمل الجملة، و have to complete the sentence to give its meaning to prove its meaning، عشان نوضح معناها. I don't have without an object the sentence doesn't have any meaning. يبقى الجملة من غير مفعول به، تخيل ان واحد بيقول I don't have. طب انت don't have ايه؟ لا املك ايه؟ قال له لا املك دليل. هو بيقول له what's going on in this town، ايه اللي بيحصل في المدينة دي؟ قال له لا املك دليل، معرفش، ما عنديش دليل.
خلاص. يبقى ايه كم سكونت الجملة؟ فاعل هنا فعلين، الفعل ده بينفي الفعل الرئيسي، ها اكلوا مفعول به. احنا عرفنا كده ان اللغة الانجليزية يعني هنا ما اقول له انا اي دونت هاف ما ينفعش لوحدها. لو انا قلت له اي دونت هاف ا كات، طب كات يعني قطة، يبقى واضح ان بيجي بعد هاف اسم لازم يبقى فيه ناون، اسم. ممكن الاسم ده يبقى موصوف بس احنا نشوف بعد كده. يبقى خلاص، يبقى اي دونت هاف ا كلو، يبقى انا لا املك دليل. الجملة دي في المضارع البسيط. طب هنا هقول له انا طيب هي فين انا يا ولاد؟ اهي اي، انا يعني اي، دونت ها يعني لا، هاف يعني املك، ها اكلو ده هو الدليل، انا لا املك دليل. خلاص يعني انا ما عنديش دليل للكلام اللي بيحصل ده. خلاص يا ولاد، يبقى ده مضارع بسيط. بريزنت سمبل المضارع البسيط دوت في الفيرب تو هاف، بنسمي ده المضارع البسيط للفيرب تو هاف. وطبعا ده يا اولاد نيجاتيف منفي، جمله منفيه. خلاص بريزنت سيمبل فيرب تو هاف، مضارع بسيط لفعل يملك وجمله منفيه. طب انا بقى هنعرف برضو، لازم نبقى عارفين ان هاف دوت التصريف الاول المصدر. اتعلمنا كمان ان ده مصدر انفينيتيف، لان هناخد بعد كده ايه الفعل اللي جاي من المصدر ده. طيب عايزين تعرفوا دلوقتي الفعل التصريف الثاني من هاف هيبقى هاد. طب لو انا بقول له إيه هنا هي هو لا يملك دليل، ها لو انا بتكلم عن الراجل ده بقول له هو لا يملك دليل، يبقى إيه بدل دونت هنا هنقول doesn't، بدل دونت هنقول doesn't، ان هي doesn't بتيجي بعد هي وهاف. طب لو انا عايز اقول هو يملك دليل هقول له كده هي هاز. خلاص احنا هنشيل دونت. طب عايز اقول انا املك دليل اقول له اي هاف. خلاص التصريف الثاني من هاف هاد، التصريف الثالث من هاف من هاد هاد. خلاص والسلام عليكم ورحمة الله.